هل الشخص اللي قدامك متقبلك وبيحبك وانت في كل حالاتك؟ يعني الواحده لو روحت البيت غسلت وشها وقعدت زي ما بتقعد مع بابا وماما في البيت على طبيعتها بوشها، الشخص اللي هترتبط بيه ده بيبقى متقبلها وبيحبها زي ما هي؟ هل هي نفسها عندها ثقه في نفسها وقت ما بحط مكياج عشان عندي مناسبه رايحه مكان معين عايزه اظهر بشكل معين زي ما انا مش حاطه خالص، ولا ثقتي بنفسي بتبقى قليله؟ ببقى عايزه اداري ايه؟ ببقى عايزه اداري حاجه معينه، ولا الفكره ان هو تعود على كده؟ وقيس على ده يمكن حتى الامثله في الحياه، انك انت بتتجمل ولا انت على طبيعتك بقوا بيضربوها بالمكياج. انت بتحب او بتشوف الست اللي بتحط المكياج كتير عندها ثقه بنفسها، ولا بتحب الست اللي هي ما بتحطش حاجه خالص؟ يعني من وجهه نظرك بتشوف ايه؟ لا طبعا اللي يهتم بنفسه دي حاجه كويسه. ما نقدرش نقول واحده مهتميه بنفسها ان دي وحشه، ان دي حلوه والتانيه وحشه عشان بتهتم بنفسها. برافو عليك. مفيش حاجه اسمها، لا بجد مفيش حاجه اسمها كده يعني. صحيح. او واحده بتلبس كويس فيتقال لها اصل مهتميه بنفسها بزياده فمش حلوه، واللي ما بتهتمش بنفسها اصل هي قمر في نفسها طبيعتها. او على طبيعتها. لا ما احبش يعني، ما حدش في الدنيا يعني اعتقد يحب كده يعني. لكن المعقول والمناسب هو الافضل يعني. لا ابقى اوفر قوي في الشكل واللي هو مش انا خالص، ولا ابقى يعني مبهدل في نفسي. ده في ناس لو رايحه تحت البيت، تحت البيت سوبر ماركت تشتري حاجه ما ينفعش تنزل غير وهي حاطه مكياج قد كده يعني. لا طبعا يعني كل حاجه يعني المناسب. وبعدين انا رايح يعني رايح فين وبتكلم ازاي؟ على فكره حتى المذيع نفسه يعني، لو شفت، تخيل المذيع، انت مثلا جيت فتحت التلفزيون الصبح ولقيتني مثلا حاطط حاجات بتلمع هنا في المنديل، حاجات كده بتبرق ومش عارف عامل ايه ومسشور شعر وهو اصلا خشم بقى ناعم كده مره واحده ومش عارف ايه، يعني حاجه كمان تبقى يعني مش لطيفه يعني. اي بتصير النقد يعني. طبعا. طيب انا عايزه اخد من الحته دي طبعا، والستات والرجاله النهارده يشاركونا رايهم. انا بشوف زيك بالظبط، الاعتدال في كل حاجه طبعاً. حلوه، الانسان انه يكون على طبيعته رقم واحد، دي اهم حاجه. وده ما يمنعش ان اي ست واي راجل مهم قوي ان هو يهتم بشكله بمظهره، يلبس كويس. الست بتحب المكياج، دي طبيعه الستات كلها دايما يعني. وفي حدود الميزانيه اللي بتبقى في ايديها، ان انا يكون عندي في البيت حاجات تخليني اهتم بنفسي وبشكلي. لكن انا عايزه اقيس من ده حتى على حياتنا. الواحد لما بيداري حاجات من الحقيقه بتاعته في شكل انه بيتجمل يعني اللي هي تظهر بحاجه غير شخصيتك وغير طبيعتك، تقول كلام منمق ودي مش اسلوبك ولا كلامك، بس مش محاوله منك لتغيير نفسك، لكن محاوله منك لانك تظهر بشكل معين قدام الناس. فهو هيقول لك هو انا مش بكذب، انا بس يعني بتجمل، بحاول اظهر بصوره معينه. انا اقول لك انا عايزاك تكون على طبيعتك، بس في نفس الوقت مفيش مانع انك تغير من طبيعتك دي، لكن مش تتجمل وتداري وراها حاجه وبعدين اللي يحتك بيك، اللي يعيش معاك، الست اللي هترتبط بيك وتتجوزك تلاقيك شخص تاني خالص غير اللي هي تعرفه. اي بس انا بشوف ان لازم يعني موضوع التجمل ده يبقى موجود، مش ما يبقاش موجود، لكن ما يبقاش موجود بشكل مبالغ فيه. يعني النهارده مثلا هقول لك على حاجه، مثلا واحد بيقول لابنه يا فلان تعالى هنا، يهاني مثلا اي اسم يعني، يدي يا هاني تعالى هنا، بص اعمل لي مش عارف، اطلع يد على السلم، اعمل لي، ركب لي اللمبه دي في البيت. ابنه ده في الجامعه مثلا ولا حاجه، ما ينفعش يشوفه وسط اصحابه او وسط ناس ويقول لهم الواد هاني ده يبقى ابني. ما فيش حاجه اسمها كده، ده الاستاذ هاني ده ابني يعني. يعني حتى ما بين العلاقه برستيج وطريقه كلامه معاه بيديله برستيج. فهي دي لما بيكون واحد مثلا ابوه طلع لابوه شخص مسؤول او شخص معروف او حاجه كده، ما بيدلعوش قدام الناس، او ممكن في البيت يكونوا بيدلعوا بعض ويقولوا بعض اللي هم عايزينه، لكن ما بيجيش قدام الناس. هكذا برضه يعني، هكذا في التعامل حتى بقول لك مع اقرب الناس، مع الاب والام والاخوات. فلازم نوع من التجمل، لكن المبالغه دايما هي دي المشكله. المبالغه ان هي دي المشكله، بمعنى ان هي تبقى صوتها قد كده والعماره كلها بتسمع صوتها وبتاع، وتيجي قدام الناس اللي هي الكيوت الجميله الطيبه اللي مش عارفه صوتها ما بيعلاش وصوتها ما بيعلاش ونروح البيت يتقدم لها عريس، تبقى هي اصلا ما بتعرفش تطبخ، وامها تقول لك بص كل الاكل ده هي اللي عاملاه، وهي اللي هي عملته ولا مامتها عملته، وهم الراجل بتاع المطعم يعني اللي ايده كويسه في الاكل. ففكره التجمل بزياده او باوفر قوي
دي مش حلو حاجة. الانسان يكون على طبيعته، تكون على طبيعتك وحقيقتك في طباعك في شخصيتك في في عيلتك وفي المستوى اللي انت عايش فيه في طريقه اكلك وشربك، لكن ده ما يمنعش ابدا اننا دايما بنطور من نفسنا ومن حياتنا ومن قدراتنا. هو ربنا خلقنا كده، ما دي نجاحات احنا بنحققها في حياتنا. يعني انا حاجه مش راضي عنها في حياتي، في طريقتي، في اسلوب كلامي، في مستوى معيشتي، بشتغل اكتر وبتعب اكتر، بشتغل على نفسي اكتر، بحسن من اسلوبي من كلامي اللي ممكن يكون حد بينتقدني فيه او قالوا لي لازم تتغير في دي الحته، بتزعل الناس منك واللي حواليك، بتخليك تخسر. دي حاجه ان انا بحاول ان انا اطور من نفسي واعدل من شخصيتي ومن سلوكي ومن طريقه كلامي وحتى من مستوى معيشتي واحقق نجاحات اكتر، دي حاجه. وان انا اظهر بغير طبيعتي وغير حقيقتي مع الناس، زي بالظبط اللي عنده حاجه في وشه ولا عنده مثلا واحده عندها وحمه معينه شكل معين واداري ده بالمكياج، بس حتى على الشخص اللي هيعيش معايا بعد كده او على خطيبي وافضل اداري ده. لا لو بتكلم لو واحده ما قالتش، طب ما انت في يوم من الايام هتبقي معايا في بيت واحد وعمرك ما هتقعدي 24 ساعه من غير مكياج، ما انت هيجي وقت هتغسلي وشك، لازم يبقى حبك زي ما انت شايفك زي ما انت. الافواره بتوصل لفكره الخداع. أيوة. بتوصل الخداع. لفكرة الخداع، فالخداع دي أمر غير مستحب. يعني من الحاجات الظريفة اللي الناس بتعملها في مصر، وأنا مش عارف يعني هما بيعملوها ليه، يعني أنا عايز حد دلوقتي يعني يقول لي هو بيعمل كده ليه. إيه بقى؟ أنا مصري وأنت مصرية، تمام؟ اتفقنا؟ تمام. ليه واحد مصري مصمم يتكلم لغة تانية غير لغة بلده وهو بيتكلموا مع بعض، وهما الاتنين من شبرا، وهما الاثنين تعليم عادي، يعني مش تعليم مدارس. يعني لو هما مثلا هما الاثنين كان باباهم بيدفع لهم مثلا في السنه 200-300 الف جنيه في المدارس الامريكان الغاليه وبتاع، ماشي. انا يعني هما اتعودوا يتكلموا كده طول الوقت. اي حد بيعمل كده انا ملتمسه العذر. اي حد عايش بره مصر او بيسافر كتير او حياته كلها مقسومه ما بين مثلا مصر وبره مصر، طبعا معاه عذره. يعني درجه ثقافته، خريج جامعه امريكيه، خريج مدارس امريكيه كده من اللي بتدفع لها بالدولار، معاه عذره طبعا. لكن انا وانت مصريين ليه ممكن نقعد مثلا، هي ما لهاش غير الجمله دي، نتجمل نتفشخر ان احنا نقعد نتكلم لغات، او اكلمك كلمه عربي وكلمه انجليزي، او يتصل حد بيا في التليفون هو متصل وعارف اسمك، هبه معايا هو بتاع شركه، ابتدي بقى يتكلم انجليش مثلا او يتكلم لغه ثانيه. طب ليه انت بتعمل كده ليه؟ ما تسأل يعني هل ده نوع من الفزلكه؟ انا بشوفها ان احنا بنتفزلك على بعض، او يعني بنرسم قدام بعض. بالظبط. حتى على فكره في المحلات المطاعم، يعني انا برضو بشوف ان مطعم وفاتح في مصر حتى لو ليه فروع في كل الدنيا، وحد رايح يشتري من عنده حاجه، وخصوصا لما يبقوا حد من ابائنا ولا امهاتنا ولا حد كبير ولا حد سيدي ما بيعرفش زي ما انت بتقول لغه، ما يفضل يقول له بقى اسماء الحاجات اللي في المنيو ومش عارفه صوص ايه وبتاع ايه، فالراجل هو حد واقف هو مش عارف كل الانواع. ومش شرط ان اي حد فينا مهما كان بيتكلم لغه كويس ان انا اكون عارف كل انواع الاكل ولا كل انواع النكهات والصوصات اللي موجوده، لكن عايز اكل وخلاص. يعني ممكن اللي واقف ده وضح له، قول له ده عباره عن كذا وده عباره عن كذا، هيك تحب ده ولا تحب، وضح له ده ايه المشكله في كده. حتى لو انت بتتكلم 100 لغه، وحتى لو انت اللي قدامك ده بيتكلم 100 لغه، لكن انت حضرتك فاتح هنا في مصر، كلمه باللغه اللي هو يفهمها او بالمكان اللي انت واقف فيه. خلاصة الكلام ان فكرة اني اترسم او اني اتجمل او اني اظهر بغير حقيقتي وغير مظهري، سواء على مستوى الشكل او المضمون او الطباع او الشخصية، دي حاجة فيها نوع من الكذب ونوع من النفاق. غير ما انا بحسن من شكلي، بحاول اظهر بشكل حلو وجميل، لكن شخصيتي وحقيقتي هم دايما اللي باينين، هم دايما الحقيقة، هم ده المتصدر المشهد في علاقتي بالناس اللي حواليا.